اهلا، كنتم تكونوا بخير وعلى خير، وانتم كنتم في الفيديو. فاليوم جبت لكم طريقة التحضير بيتزا بطريقة سهلة جدا جدا. طريقة اللي كيديروا الصبليون، يعني ما فيهاش بزاف ديال المحين. فالمهم بالنسبة للمقادير، كنحتاجوا شوية ديال الملحة، شوية ديال الخميرة ديال الخبز، نص كاس ديال الزيت، فكنحتاجوا ايضا الخميرة ديال الحلوة. بالنسبة لي غنستخدم غير النص. كنحتاجو ايضا جبنه ديال الدقيق، بالنسبه لكم الا بغيتو تستخدموا نصف جبانيه ولا جوج، فعلى حسب كنحتاجو ايضا مدافي. ودابا غندوزو وكنحتاجو ايضا الزبده، غنضيف غير نص عشق كبيره. فدابا غادي نضيف اول حاجه الدقيق. سمحوا لي على الصوت، راه غير خويا على السطاع اللي كاين حدايا، راه غير خويا اللي كان كيلعب. المهم نكملوا في مع الفيديو. المهم فاش ضفت الدقيق، كنضيف عليه نصف كاس ديال الزيت، وغادي نضيف نص عشق كبيره ديال الزبده، وغادي نضيف نص خماره ديال الحلوه. دابا غنبدا نضيف الماء، ماء دافي عادي ديال الروبيني، حتى تجمع لي العجينه. فمن بعد دابا ما ساليت، غادي ندهن بالزيت وغادي نغطيها ترتاح واحد شويه. من بعد ما ارتحت العجينة، غادي ندوز دابا باش ندلكها بالدلاك. دابا غنبدا ندير ليها تقيبات بالفرشيط، وغنبدا نعمر. المهم بالنسبه باش غنعمر العجينه ديالي، كنحتاجو الصلصه ديال مالطيشها، غنضيف عليها شويه ديال البزار، شويه ديال الملحه، غنضيف ايضا شويه ديال الخرقوم، شويه ديال سكينجبير، دابا غنبدا نضيف شويه بشويه فوق العجينه، وغادي نبدا ندهن. من بعد ما دهنت الصلصه ديال المطيشة فوق العجينه، غنبدا نضيف الطون، من بعد ما ساليت الطون، غندوز باش ندير فرماج من الفوق.
من بعد ما ساليت غنخشيها دابا للفران. فمن بعد ما طابت كتكون هذه هي النتيجة، وفي صراحة غير جربوها كتخرج واعرة وبنينة وما فيهاش بزاف ديال المحين، يعني مقادير قليلة وسهلة، وكيف ما كتشوفوا كتجي المنظر والمذاق واعر. غير جربوها وما غاديش تندموا.